نتسنى الناس على ما يطلعوا معنا في اللايف باش نقدموا لكم يعني الملخص ديال الحصيله الوبائيه على مستوى الصعيد الوطني وكذلك على مستوى صعيد جهات فاس مكناس. اذا مرحبا بكل الناس اللي تلتحقوا معنا من خلال هذا البث المباشر على قناه شوف تيفي اللي من خلاله مشاهدين واياكم اننا نقابل لكم من الحصيله الوبائيه يعني مختصره على الصعيد الوطني وكذلك على صعيد لا عاد وقفت اخاي. لا مرحبا ما كاينش مشكل. اذا مرحبا بكل ما التحق بنا اللحظه من خلال هذا البث المباشر. اذا تم تسجيل 27 حاله جديده مؤكده بمرض كوفيد 19 ليرتفي العدد الاجمالي الى 7807 ديال الحالات. بالنسبه للحالات المتمثله للشفاء هو 5459 حاله، اي اليوم تسجلت 58 حاله شفاء جديده. بالنسبه للوفيات كاين 205 حاله، اي اليوم زادت حاله وحده ديال حالات الوفيات. بالنسبه على صعيد جهه فاس مكناس، فاس اليوم كتسجل حاله وحده من بعد ما هذه 4 ايام ما سجلت حتى شي حاله، ولكن اليوم للاسف مدينه فاس كتسجل حاله وحده. اذا كنشوفوا ان ارتفاع في عدد الوفيات، لهذا كنطلبوا كل الناس اللي ملتزمين معنا انهم باش يلتزموا بالحجر الصحي وكذلك يتبعوا التوجيهات والتوصيات اللي كتوصى بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية، لأن كنعرفوا هاد الرفع الحجر الصحي عشوائي إلا عنده يعني عنده نتائج وخيمة. لهذا كنطلبوا الكل يلتزم بالحجر الصحي لأن مازال ما ارتفع الحجر الصحي، وكذلك نبقاو كيف ما كنا نلتزموا باستعمال الكمامات وكذلك نحترموا مسافة التباعد، نعطيو كذلك المسافة ديال الأمان بيننا وبين الناس باش ان شاء الله نتغلبوا على هذه الجائحة في هذه الأيام المتبقية، لأن هذه العشر أيام اللي بقات الأخيرة إلا وهي أيام صعيبة بزاف، خاصنا نتعاملوا معها بواحد الطريقة اللي هي الطريقة اللي غادي تخلينا كاملين باش أننا غادي نتغلبوا على هذه الجائحة. إذا كل ما التحق بنا اللحظة من خلال هذا البث أنه تم تسجيل 27 حالة جديدة مؤكدة مرض كوفيد 19 ليرتفي العدد الإجمالي إلى 7807 ديال الحالات. بالنسبة للعدد المتمثل للشفاء فهو 5459 حالة، أي اليوم زاد 58 حالة شفاء بربع المملكة اللي حنا بدورنا دائما تنقول لهم على سلامتكم. بالنسبة للوفيات كاين 205، أي اليوم تسجلت حالة وفاة جديدة. بالنسبة لجهة فاس اليوم تسجلت حالة وحدة من بعد ما 3 أيام كنا صفر حالة، لهذا خصنا دائما نلتزموا ما نترخاوش، دائما نبقاو غاديين في نفس السيستم اللي غاديين عليه، يعني نستعملوا الكمامات كذلك نعطيو مسافات الامان، نعقموا يدينا كل 10 دقائق، يعني نقللوا من الخروج، نخرجوا اللي كانت الضروره باش ان شاء الله نتغلبوا على هذه الجائحه ونرجعوا للحياه ديالنا اليوميه بسلم وسلام. اذا في انتظار التعليق ديال كل الناس اللي متابعين معنا يناقشوا معنا الموضوع، شوفوا كيف جاتهم الحصيله من بعد ما في الصباح سجلنا 3 الحالات، اليوم في العشيه سجلنا 27 حاله، اي الناس مازالين كيخرجوا، الناس مازالين ما ملتزمينش، خاص الكل يلتزم باش ان شاء الله نخرجوا من هذه الجائحه. كما كنقولوا حنا بقى 12 ايام حنا مقبلين على رفع الحجر الصحي، ولكن هذه الايام كتبقى شويه صعيبه، خصنا نتعاملوا معها بواحد الطريقه اللي هي مهمه ونخليو دائما الامور تمشي كيف ما هي. اذا لك الناس اللي في انتظار ديال البث المباشر في مختلف المدن، تنقول انه اليوم تم تسجيل 27 حالة جديدة مؤكدة مرض كوفيد 19 ليرتفي العدد الإجمالي إلى 7807. بالنسبة للشفاء اليوم خرجوا 58 حالة شفاء في مختلف ربوع المملكة ليصل العدد الإجمالي إلى 5459. بالنسبة للوفيات كانت 204 ودابا تزادت حالة واحدة أي 205. كذلك على مستوى جهة فاس تم تسجيل حالة إصابة جديدة بعد ما كانت فاس اليوم 4 أيام ما سجلنا حتى شي حالة للأسف. لهذا قبل ما نختم هذا اللايف نتمنى الناس أنهم باش يزيدوا يلتزموا ويزيدوا يتبعوا التوجيهات والتوصيات اللي كتوصي بها وزارة الصحة. كان معكم خلال هذا البث المباشر محمد فليل الزهري، غادي نتلاقاو باقي اللايف باش نقابلكم مستجدات وإحصائيات متعلقة بمرض كوفيد 19. بقوا على خير.